في كل ولاية تكون عيادات قريبة من المواطن، وهذا هدف آخر وهو هدف داخل مهم بالنسبة للمنظومة الصحية وداخل القانون، قانون الصحة 18/11 تاع 2 جويلية 2018 هو لو ميدسا ريفيرا و لو ميدسا جينيراليست. 140 لي ديستيني إلا الأورام، طب الأورام ليس طب وجراحة الأورام، حنا نقولوا طب الأورام لونكولوجي، مي سي دو لونكولوجي ميديكال شيرجيكال. دونك طب الأورام للأطفال عن طابع الطبي أو الجراحي. إحنا هذا المركز هذا مجهز، لكن تدشينه ويصبح يشتغل إن شاء الله في سبتمبر. لماذا؟ لأن رانا في شهر أوت وشهر شهر جوي وشهر أوت شهر عطلة، ولازم نستناو ثاني لي فورماسيون دفعات نتاع البيرسونيل باراميديكال تاع مراكز التكوين شبه طبي، وننظم أمورنا باش إن شاء الله ينطلق في سبتمبر.